حنبدأ لقاءنا الثاني بمحاولة تلخيص أهم ما انتهينا إليه من أفكار في اللقاء الأول. ناقشنا عدة مواضيع، طبعا يهمني كثيرا ليس قدر ما يقال من معلومات، الاستيعاب الحقيقي لها أهم من عددها. عرفنا التفكير الناقد، تحدثنا عن البعد الانعكاسي في التفكير الناقد، حكينا عن التناسيتي أو التشبث، سميناها آفة فيرمن، آفة التشبث. تحدثنا عن خطر البداهة باعتبار أن البداهة هي المنبع الذي تستقي منه عملية التشبث. حكينا عليه النزعة الشاهدية أو القرينية evidentialism في مقابل النزعة الفلسيفيكيشنزم اللي هي الدحضوية، وحكينا عليه علاقة تفكير النقد بالمنطق والمفهوم المحوري في الاثنين اللي هو الاستدلال، وختمنا بحديث عام عن البعد القيمي للتفكير الناقد. هذين هن العناوين. يريد كل واحد منكم يقول لي شنو هي أهم فكرة اسمعها في اللقاء الأول ويعبر منها عبر عنها ببساطة بحيث تستوعب من قبل الطلاب. فضيلة، أنا أعتقد أن أحسن هي أفضل فكرة كانت أنا هي فكرة التفكير الناقد حدها اللي هو التمييز بين الاستدلالات الصحيحة والاستدلالات الخاطئة. صحيح. هذا هو حقيقة، هذا هو محور التفكير الناقد، عند هذه القدرة على أن يميز بين متى يكون الاستدلال صحيحا ومتى يكون فاسدا. اوكي، حتى يعني لو حكينا على الجدوى في نفس السياق، ذكروا الحجة اللي بدأت بأن المعرفة قوام الحياة البشرية، وأن كم لي سمية؟ معظم معارفنا معظم استدلالاتنا خاطئة، وبالتالي نحن محتاجين التفكير الناقد هو ضرورة لتصحيح الاستدلالات، وبالتالي تكون المعرفة صحيحة ومن ثم الحفاظ على قوام البشرية. تمام، اوكي. حكينا عن استخدامات التفكير الناقد في مختلف مناحي الحياة. حكينا عن استخداماته في الطب، في الفقه، في الرياضيات، في العلم إلى آخره. هذه كانت واضحة ولا؟ أوكي. وحتى استخداماتها في الإعلانات. حكينا عن الشاهدية أو القرينية والدحضوية. بحد يقول لي الفرق بينهم؟ الدحضوية هو اللي هو فلسفيكيشنزم اللي هو المهم ليس انك انت تجيب الايفيدنس البينات اللي هي تدعم الراي بتاعك، ولكن تحاول قدر المستطاع ان لا تجد دليل ضد ما تعتقده وضد ما تقوله. جميل. تذكروا كيف عبرت عنها بكلمات شعبيه عاميه؟ الشاهدية شو تقول؟ مد رجليك على قد الحاف شواهدك، مد رجليك على قد الحاف شواهدك. دحضوية، مد رجليك بحيث يفتضح أمر الحاف شواهدك، بحيث كان الحاف قصير يبان. لكن لاحظوا الاثنين يجمعان على أمر واحد، وهو ضرورة تعريض الاعتقاد لماذا؟ للاختبار، سواء هذا الاختبار أسفر عن شواهد عليه أو شواهد ضده.
أنا في مسألة ما حكيتش عليها، أهمية الكتابة، أهمية أن يعبر الطالب عن أفكاره كتابة. ما نحكيش في الامتحانات ولا في الأبحاث، أن بينه وبين نفسه يحاول بين الفينة والأخرى أن يعبر كتابة عما يجول في خاطره أيا كان. والفكرة شنو هي بالضبط؟ في الذهن البشري أثناء المونولوج أو الحديث مع نفسه يدير في نقلات استدلالية كثيرة لكن مش واضحة، غائمة. لما تكتب يتضح عوارها، يبين الخلل فيها لما تكتبها. وأنا عن تجربة شخصية في إدراجاتي في صفحتي كثيرا ما أبدأ بعبارة وعندما أحاول التفصيل فيها كثيرا ما أنتهي إلى نقيضة، ولا نحاول ندافع عنها يتضح ضعف شواهدي ويستبين لأن شواهدي على عكسها أقوى. ولاحظوا أن لا أقسى على الإنسان من أن يثبت الآخر خطأ، ما فيش أقسى عليه ملك، لكن ما أسر عليه أن يثبت لنفسه خطأ. عنده شيء مشكلة أن فكر بطريقة ما وبعدين وجد نفسه غلط، عادي جدا، يعتبر كأنه انتصر على نفسه، ما زال هو المنتصر، لكن خصم يغلبني لا. طبعا هذا بديل ليش؟ الكتابة بديل ليش في هذا السياق؟ بديل الحوار، لأن أصلا ما عندناش حوار، مفتقد الحوار الحقيقي في ثقافتنا. فأنت على الأقل حاور نفسك وحاول أن تطبق آليات التفكير الناقد على نفسك، وهذا هو البعد الانعكاسي حقيقة، أنك تشوف نفسك. خليني أكد على الفلسفيكيشنزم اللي لم أؤكد عليها بما يكفي، الدحضوية، اللي هي أنك كان تذكروا بوبر يقول أن النظرية العلمية الحقيقية تغامر برقبتها. كن جريء في أطروحاتك في فرضياتك بحيث لو كان فيها عوار يستبان يتضح. خلينا نعطي أمثلة قد تبدو خيالية تماما لكن حتبين لك أهمية الدحضوية. هنقول كم فرضية الآن وقولوا لي أي دليل ضد، أي دليل يخطر على بالك ضد ما أقوله الآن. شنو الفرضية؟ نحن خلقنا هذا الكون بأسره ببشره وبكل ما فيه، خلق من 5 دقائق فقط، يعني تو 9 ثلث 9 ربع ما كانش في كون. بيه هذا شنو؟ هذا خلق الله من 5 دقائق. بيه ذكرياتي هذين شحنا في دماغك من 5 دقائق، كل معلوماتك اللي الآن عندك هي عبارة عن تسجيل نحط في دماغك على حوادث لم تحدث أصلا، ولا أنت مشيت للجامعة ولا ولدت، فيك كل خيال. فرضية، حد عنده دليل ضدها؟ أعطيني واحد. حضارات المسجلة كلها، الأهرامات، الأهرامات طلع عن توه من 5 كيلو، كل شيء، والباقي والباقي ها. خذوا واحد آخر على نفس، خذوا واحد آخر على نفس السياق. الكون بكل ما فيه، كل شيء فيه، من هذه للمجرات يتمدد ضعف حجمه كل 24 ساعة. يعني أنا اليوم طولي 1.5 متر، أمس كان 1.25 متر فقط، وبكرة حيكون 3. وكل شيء في الكون. في حد عنده دليل ضد؟
تقول لي حنقيسه، يقول لك لا ما حتى المتر حتى هو يتمدد. شنو الفكره؟ خلينا نقدر الوعي بتاعه. نجيب مجموعه من الناس، مجموعه نخلين الوعي بتاعهم يفقد والاخرين وعيين، ماشي؟ تو جروبس يعني كروس ماتش يعني. مجموعه نخلين الوعي بتاعهم نخدمهم طريقه ما تخدير ولا غير، ونشوف شو يصير. اذا كان هذوم تغير مع الحال تنقسم، مشوا بالطريقه كان في اختلاف، اذا القضيه ما لهاش علاقه بالزمن. تضم اهل الكهف. لا تو خلينا شوف، راهو لاحظوا حاجه، لاحظوا ان قيمه اي مثل في الدرس المستفاد منه مش في تفاصيله. اوكي، انا في وحده اخرى فكرت فيها ومرعبه، اللي هي انك ان صبري في الصبح ينهض يمشي يشوف نفسه في المرآة. صبري كل معلوماته بكل ذكرياته بكل تاريخه هو صبري، عارف روحه صبري. لكن اللي مش عارفه صبري ان هذه شريحه تاع ذاكره انحطت البارح فقط، وان امس كان سنوسي، وبكره حيكون الدكتور عادل. فرضيه الهويات المتبدله كل يوم تغير لك شريحه وماشي الموضوع، ومش ماشي بس وجميل اخر. تعرف لو كان صحيح، طبعا انت اليوم ليبي بكره هولندي بعد بكره من بنغلاديش. اوكي، شوفوا كل كل الانتماءات الوطنيه والدينيه كلها، ولو حقيقه الواحد زي ما تقول كل مشاكله يقول هي كلها 24 ساعه بكره يجي واحد اخر. شنو اللي يجمع بين هذين كلها؟ فيش دليل ضدهم. اوكي، كل ما تقول لي حاجه نقول لك ها. يعني اتذكر لما حكيت العام الماضي السيناريو بتاع الهويات المتبدله هذه، طالبه قالت لي مش مشكله يا دكتور لكن نفصحها العمليه، قلت ليش؟ قالت لي نحط كاميرا في الحوش. انا اليوم صبري ونجي نبحت، كان انبكرها طلع واحد اخر، فكان ردي عليها اللي دار التقنية هذه وفات فيه دلك شريحة بدماغك، ما غيرش الشريحة متاع الكاميرا. واضحة الفكرة؟ كل دليل ضدي الرد عليه. بابا ايش حيقول لك؟ جميل كلامك، مو جميل بس صخرة، ممكن حتى يكون صح. أفطنا إن كون خلق من خمس دقائق ممكن يكون صح، إن العالم يتمدد ممكن صح، ان هويتنا تتبدل ممكن قصر. ولكن هذا الكلام كله مش علمي، فرضيات ما هيش علميه، وبالتالي ليست جديره بالنقاش. لماذا لم تقنع؟ مش لم تقنع، لا لان مش الشواهد، لا لان صاحبها لو سالناه به يا فلان شنو الحاجه اللي لو صارت حتقولنا غلطان، حيقول لك ما فيش. ليش؟ لأن كل حاجة يستوعبها هو. يبقى أنت ما فيش دليل ممكن يكون ضدك، يبقى كلامك مش علمي. بمعنى أنها مش حقيقة مطلقة بالنسبة لك. لا، مش قضية حقيقة مطلقة، حقيقة. تو شوفوا لما نقول لك المعادن تتمدد بالحرارة، لا لا، كلمة مثبتة هذه مش لومة دماغها بالكل. مثبتة ما فيش بالكل، هذه حنجوها. كلمة مثبتة هذه تبي تنشال. لا 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 لا، هذا 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 واحد من المبادئ الحاكمة في تفكير الناقد، لا شيء مثبت. مش في العلم فقط، حتى في الرياضيات حنجوها. يعني قصدك الزمن قد يكشف؟ لا لا لا، ان ادلتك ناقصه مهما كانت على اي شيء، بتيجي تقرش عندي اثبات. لكن هذه خليها النقطه هذه. الفكره باختصار
أنا قلت لما نقول نظرية مع علمية معادة تمدد الحرارة راهو قاعد نقول في نفس النفسة، وأنا نتحدى واحد يجيب لي معدن يسخن ويتمددش، أوكي؟ وأنا لما يجي واحد ويعطيني معدن ونسخنوه وما يتمددش حنقول راني غلطان. شفتوا كما هذه؟ هذا العلم الحقيقي. فرويد نظرية اللاوعي ماهيش علم، ماهيش علم حقيقي. ليش؟ لأن فرويد نفسه لما يسألوه به أمتى الحاجة أمتى تطلع غلطان يقول له أنا ما طلعش غلطان. الماركسية نفس القصة، الماركسية تدعي إنها علم، لكن كل ما يحدث في التاريخ يأولوه بطريقة يقولوا آه مش قلنا لكم قصة، مش قلنا لكم قصة التلاعب المستمر بالشواهد بحيث تكيفها معاك، هذا مش علم حتى لو كلامك صح. شوفوا يعني أهم شيء في العلم في التفكير الناقد أيضا شنو هو؟ أن تكون على استعداد دائم لأن تعترف بخطأك، مش تكون على استعداد دائم أنك تجيب أدلة معك، لا مش هذه القصة. هل الأمانة الفكرية الحقيقية الاستعداد المسبق لأن تعترف بخطأك مهما بدا الأمر لك بدهيا وواضحا؟ okay. في مراحل هذه حتى الرجوع لفكرة الكتابة بديل عن الحوار، أنك أنت تحاور نفسك. في مسألة البحث عن الأدلة والتفكير في الشواهد فيه أثر نفسي له علاقة بالأهواء والرغبات، وهذا يؤثر كثيرا في مسألة التحليل. لما تكون مع حد أخرى قد تختلف الأهواء والرغبات وقد يكون فيه، لكن لما تكون مع نفسك يعني أنت عجبتك سيارة مرات ما تشوفش عوانها ما تشوفش أي حاجة فيها سيئة، كل ما حتى لو يقولوا لك على عيوب ما تبانش يكون لأنك تقتنيها بعدين مرة تكتشف ذلك. الأهواء والرغبات ويفرق بين الاعتقاد والرغبة. بالطريقة التالية يقول لك في الاعتقاد مفروض الاعتقاد يناسب العالم، العالم يناسب اللي سير، مش يكون اعتقاد صحيح. في الرغبة اللي سير العكس، نبو العالم هو اللي يناسب الرغبة، تبي العالم يكون زي ما تبي، هذه الرغبة اللي يحكي عليه محمد هو الوشفل ثينكينج. شوفوا كيف الخلطة، اعتقاد ورغبة، وشفل انك ترغب واعتقاد بجانش مع بعض. انت تبي يكون عندك اعتقاد يجب ان يكون اعتقادك يناسب العالم، مش العالم يناسبك، مش تكيف العالم باش تطلع انت صح. الرغبة بالعكس، عندك رغبة تدير حاجة، أنت تبي تخلي العالم يمتثل أو يلبي هذه الرغبة، دير شغلك، لكن ما تخلطش بالاثنين، ما تقلش اعتقادك رغبة، خلي اعتقادك مستند على شواهد تعكس اللي سير في العالم مش اللي تبيه. هذه الفكرة باختصار. أنا مسألة حسابية بسيطة نعطي فيها للطلبة، مضرب تنس وكرة تنس ثمنهم 11 جنيه، 11 جنيه، والمضرب أغلى من الكرة ب 10 جنيه، يبقى الكرة بيش؟ لا شفتوا بجنيه؟ في أوضح من هيك؟ و80% من الطلبة الأمريكان حيقولوا بجنيه. ما فهمتيش المسألة؟
مضرب وكرة الاثنين حقن 11 جنيه والمضرب أغلى من الكرة بعشرة جنيه يبقى الكرة بيش بجنيه خمسين قرش الإجابة 50 قرش رغم أنه بدهي أنه جنيه قلت لكم 80% من الطلبة الأمريكاني جاوبوا جنيه في مسألة في منتهى البساطة وزي ما تقول وبديهي جدا لا يحتاج إلى إعمال فكر خلونا نختم باللي ختمنا به لاحظوا مازلنا في سياق مراجعة كان في سؤال عن البعد القيمي للتفكير الناقد شنو هي القيم التي يعمل التفكير الناقد على تكريسها ايش كان لا لا التفكير الناقد قلنا موضوعيه تذكروا اوبجكتيفيزم اوبجكتيف اوبجكتيفيتي وش ثاني الاوبن مايندد استقلالية فكرية أوكي. بس كنا راه سرعنا في الإجابة لأن المفروض ما نجاوبش إلا أن نعرف شو معنى كلمة قيم وقلنا هناك ثلاث أنواع من القيم شن هن الحق والخير والجمال بشنو هو الحق تروث تروث بالمنطق سؤال شو معنى تروث حقيقة يعني أول أولا تروث شنو اللي ترو اللي يوصف بأن ترو شنو ظاهرة فكرة ظاهرة ظاهرة ترو نو شيء ترو يعني نقول هذا ترو لا حقيقة هو proposition proposition جملة sentence اللي صادق وكاذب جمل يا جماعة انتبهوا سؤال متى تكون الجملة صادقة؟ صادقة لا خلينا ناخذ بالإجابة باش نرد عليها لأن أنتم عارفين هذه الفكرة دكتور متى تكون الجملة صادقة؟ ومتى تكون الجملة كاذبة؟ لما تكون محتويات الجملة حقيقة أوكي خلينا ناخذ الإجابات تكون الجملة صادقة عندما تكون الجملة حقيقية خلينا نشوف المشكلة في التعريف هذا لاحظوا أن من مهمة التعريف الأساسية التعريف عندما تتعرف بحاجة ضروري جدا ما تعرفش مفهوم بمفهوم واحد آخر هو بروح حنسألك عليه لأن لما تقول الجملة صادقة لما تكون حقيقية نقول لك وبيه أنت تكون جملة حقيقية ما درنا شيء صح؟ ما زال في إجابة أخرى ضروري تكون لها بعد إجرائي لازم أوكي محاولة ثانية عندما نجمع على صدقها جميل تكون جملة صادقة عندما نجمع على صدقها لا 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 خلينا في وحدة بوحدة لأن زي ما قلت لكم في كل مرة نكتشف في مشكلة من نحن؟ من اللي يجمع؟ مش قضية مشكلة في التعريف هذا مش قضية من نحن لا إطلاقا أنا لا لا من بوش حاجة أخرى توا نبو نشوفه شين المشكلة في هذه زي ما قلت في كل مرة نكتشف في حاجة أوكي تكون الجملة صادقة عندما يجمع الناس على صدقها أوكي أول مشكلة في التعريف هذا لاحظوا أن نستعمل كلمة صدقها وهو يعرف الصدق تقدرش صح؟ لا تستطيع أن تعرف مفهوما وتستخدم نفس المفهوم في التعريف هذا يسمى فيه دور منطقي في مشكلة أخرى وهذه حتجيبني الحاجة مهمة جدا تحملوها شوية لكن رأي مهمة جدا ومصدر كثير من الخلط في حالة اسمها مفهوم أنطولوجي
وفي حاله اسمها مفهوم ايبستمولوجي. اوكي شو الفرق؟ المفهوم الانطولوجي لما تعرفه هتحكي عليه واقع، ما تحكيش على بشر ولا اعتقادات بشر ولا أدلة بشر، ما تجيش شعور البشر بالكل. هذا المفهوم الانطولوجي. يعني مفهوم القانون الطبيعي هذا مفهوم انطولوجي. القوانين الطبيعية شن هي؟ هي اللي تحكم الكون، عرفها البشر ولا ما عرفهاش؟ ما لهمش علاقة البشر. لاحظوا غير القانون العلمي. القانون العلمي راه القانون اللي البشر عندهم أدلة على أنه يحكم في الكون. شفتوا واحد إبستمولوجي واحد أنطولوجي، وراه واجدين يخلطوا بينهم علماء كبار. تقول له شو الفرق بين القانون الطبيعي والعلمي؟ يقول لك واحد، مش واحد. قانون طبيعي اللي قاعد يشتغل في الكون قبل حتى أن يخلق البشر وبعد أن يفنى البشر، بشر ما لهمش علاقة. القانون العلمي هو المقاربة البشرية للقانون الطبيعي، هو محاولتنا لمعرفة شن ساير في الكون، هذا القانون العلمي. بهل هذا هو هذا؟ في أحيان كثير نحسبه القانون العلمي هو القانون الطبيعي وبعدين نكتشف لا غلط ونغيره. واضحة؟ أوكي. لا هذيك أنثولوجي، رأي يسموا فيها أنثولوجي غلط. أنثولوجي يعني مجموعة مختارات. أنثولوجي مش أنثولوجي. يبقى أنثولوجي، مفهوم الأنثولوجي أمتى؟ لما يكون مفهوم له علاقة بالواقع. صدق مفهوم أنثولوجي. وبالتالي لما تعرف صدق ما تحكيش على البشر. الجملة تكون صادقة عندما تطابق الواقع. عندك أدلة ما لهاش علاقة. يعني لما نقول لك تمطر الآن في منطقة خالية من السكان في وسط ليبيا، أفضل خالية من السكان، الجملة هذه ونحدوها المنطقة نقول لك هناك تمطر الآن، هذه الجملة صادقة كانت تمطر هناك وكان ليبيا ما تمطرش، بها نحن ملناش علاقة. جملة صادقة، جملة لها علاقة بالواقع، طبقاتها فهي صادقة، خالفاتها فهي كاذبة. واضح؟ يعني زي المثل يقول شاعر محترم اسمعها قولها ولا شاعر قولها هو وكرر. نعم. في تراثنا الصدق مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان. خشش بشر هو أذهان، أذهان بشر، لكن هو الفكرة مطابقة محتوى الجملة لما يحدث في الواقع. السم بالأسدات توقعت أن الجملة تكون صادقة لما تكون الاستدلالات انتها الفكرة ماشي يعني تطابق الواقع الاستدلالات وليس الجملة بروحها. لا 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 الجملة بروح. يعني خذوا مثال بسيط. أوكي الحجرة هذه فيها 814 بلاطة. الجملة هذه يا صادق يا كذب، عديناها ما عديناها موضوع ثاني، كاذبة يا كاذبة، ممكن نحن نتأكد انها كاذبة، موضوع ثاني نتأكده. السؤال هي نفسها صادقة يا كذب، ما فيش بديل ثالث. هذا يسموه فيه قانون الوسط المرفوع، ما فيش منطقة وسطى بين الكاذب والصدق. اوكي وما فيش في حاجة اخرى نحن نلخبط بينها
وهو المعرفة. المعرفة موضوع ثاني. معرفة هذا مفهوم إبستمولوجي، حتحكي على بشر وعلى اعتقادات وعلى أدلة إلى آخره. واضحة؟ تمام. خلينا نرد المسألة الثانية. لها علاقة بالقيم أيضا. قلنا في ثلاث قيم، شنو هن؟ خير وجمال. لا لا نهدي حق الخير والشمال. سؤال وهذا ذكرت السؤال هذا طرحته ومجبناش عليه، من أين تستمد القيم قيمها؟ ما الذي يجعل القيم قيما؟ لا ردينا عليه قلنا راهو إجماع الناس على تقييم شيء، توقير الناس يعني نقيم. بشنو اللي يعني نقيم؟ يعني تو العدالة قيمة ولا لا؟ قيمة. من قال؟ الحق. من قال؟ العدالة. لماذا نصدق أن للعدالة قيمة وللتسامح قيمة؟ منين؟ هي في علاقة بالتقارب. يعني تمييز العنصر في جنب أفريقيا كان قيمة بالنسبة للبيت. يعني يعتقد ان هذا هو العدل، تمييز بين السلوك. لاحظ ان حتى البيض في جنوب افريقيا لا لما كانوا يقولوا نحن احسن من الاخرين لا يعتقد ان هذا سلوك غير عادل أفطن. إيه يبقى هم ما زالوا يوقروا العدالة، لكن هذه مش عدالة بالنسبة لهم، هذه بالنسبة لهم ظلم لما تساوي بين غير متساويين. يبقى ما زال العدالة قيمة حتى عند الأبيض في جنوب أفريقيا. يعني كل الناس لما تسأل عن قيمة العدالة هيقول لك ها العدالة قيمة يجب أن نحترمها، قد نختلف فيما يكون عدلا أو ظلما، لكن يظل السؤال قائم، لماذا نحتفي بالعدالة؟ هل هذا نقول قيمة مطلقة يعني مع بدون أي تعريف؟ صعب نقول هل شنو هي أسباب جعل العدالة أو العدل قيمة؟ يعني هي قيمة مطلقة بحد ذاتها أعطت أهمية نفسها يعني كان مستشفى يعني وأصبح ذات قيمة بحد نفسها. كيف عرفنا قيمة مطلقة؟ هل لأن ماشي مع قانون طبيعي؟ يعني كلامك على فكرة كلامك في فلاسفة يقولوا به، يقول لك شوف الغايات القيم تسأل هذه ليش نردها لك الحاجة أخرى، هذه ليش هذا السلوك كان سلوك أخلاقي وقيم لأن هذا عادل به، وليش العادل قيم يقول لي لا أنا ما تسألش هذه قيم مطلقة غايتها في ذاتها تبرر النفس. هذا في ناس يقولوه لكن خلينا نقول راهو السؤال هذا ماليش إجابة واحدة، لا عشرات الإجابات، وضروري ناخذ فكرة على بعض الإجابات باش نعرفوا راهو نحن راهو حديثنا اليومي نحكوا كأن الموضوع والله القيم في هالبلاد راحت، القيم نحكوا على القيم ديما، ولا واحد منا فكر ايش معنى قيمة اصلا ولا ايش خلى القيمة قيمة وليش نقتنع بها اصلا. يعني مثلا وحدة البلاد الان قيمة عند الناس، عند كثير من الناس، بيه ليش؟ ايش خلاها قيمة؟ خلينا نقول في عدة اجوبة، ليش العدالة قيمة؟ لأن الله أمرنا بها، الله قال لنا أمرنا بالعدل. حتى فيه جزئية أخرى. أيوة عند الذي لا يؤمن بالله. قانون. أنا أضيف مثال آخر ولا علاقة بطبيعة البشر، يعني نفس البشرية بطرف الله سبحانه وتعالى. يعني كل المجتمعات في كل العصور تجمع بأن للحب قيمة. ليش؟ الحب قيمة، مش حد يوقع الكراهية مثلا، هذه يعني
يعني مات ممكن هو. العداله نزلت في الرسائل السماويه وكذا، لكن المحبه حتى هي جميل جميل. في التفسير اللاهوتي للقيم اللي هو قلت توا، هذا التفسير اللاهوتي ان الحلال ما امر به الله، ايضا القيم هي التي اقرها الله في اديانه السماويه وفي الكتب المقدسه. الكرم قيمة؟ نعم، الله أمرنا بالكرم. باهي، سؤال، هل لو لم يأمرنا الله، وهذه وحدة من النظريات الأخلاقية، هذه وحدة، هل لو أمرنا الله بالظلم نظلمه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم، الله يأمر. سؤال، العدالة لها قيمة لأن الله أمرنا بها. سؤال، هل لو أمرنا الله بالظلم هل كان علينا أن نظلم؟ ممكن يصبح هو الأمر الطبيعي اللي تعود عليه الناس، وأصبح هذا هو الممارسة اليومية. نعم، عاش تشوف الخطأ فيه. أوكي، شوف شوف شوف، يعني شوف أن الكرم مثلا ما هوش قيمة مطلقة. نحن كرماء لأن الله أمرنا بالتصدق والإحسان، ولو أمرنا الله بعكس ذلك لفعلنا. بدليل، مر عليكم حديث لا أثرة في القربات؟ ايش معنى لا أثرة في القربات؟ لا، مش في الكرب، في القربات، أقارب يعني، أقارب. لا قربات في الدنيا. يعني أنت وأنت تداعكوا على الحجر الأسود ما تقولاش تعال تفضل، لا، أنت تتقرب بالله لا تؤثر غيرك، ما تكونش كريم في القربات، في الصفوف الأمامية، في تداعكوا على الصفوف الأمامية، ما تقولش لا هذا والله خلي الأجر لهذا. شوف، ما فيش كرم في القربات. شوفوا، الله اللي يحدد شنو الكرم وين. هذه نظرية، خلينا مهل لا نظرية ان لا، هذا حديث، لكن فكرة ان اللي ما يجعل القيم قيما هو الله، يعني في شرع. اوكي، بس لا يوم فيش على سؤالي جايك. في نظريات اخرى، في نظرية تقول اللي له قيمة يتوقف على عواقبه، consequentialism، ما أدري اسمها العاقبية. مش تبي تعرف فعل هذا أخلاقي ولا لا؟ ما تحكيليش على نواياك وقصدك، ليش علاقة به؟ ما الذي أسفر عنه عملك؟ هل عملك عظم أو خلى القدر الأعظم من الناس المتعلقين بالأمر أكثر سعادة ولا أكثر شقاء؟ كان أكثر سعادة راه أخلاقي، جماعة. أوكي، يعني هذه مدرسة يوتيليتيرينزم، نفعية. اللي يعطي العمل الأخلاقي قيمته شنو هو؟ مآلاته، نهاياته، غاياته، أنت. أوكي، لدرجة لص دخل على بيت سيدة عجوز عشان يسرقها، لما كسر الباب هي كانت مختلقة من الغاز فأنقذها، هذا عمل أخلاقي. مش علاقة شكال اللي بدير بغض النظر عن الإنسان شو زبدع بالضبط. توه في الإسلام إنما الأعمال نية تفرق، لكن في
في وحدين مدرسة أخرى يقول لك شوف لا تقول لي شرع الله ولا مآلات، الأخلاق يصنعها المجتمع، المجتمع، وهذا المجتمع يعبر عن أخلاقه وين؟ في قانونه أو دستوره. قانون هو الأخلاق إلى آخره. الواجب ولا لا، هذه قضية الواجب. بالضبط. آخر حاجة نقولها قبل ما نفصله، ما تخلطوش الأوراق. ما تخلطوش الأوراق. شنو هن الأوراق؟ الحق والخير والجمال. تخلطوش بينه. بمعنى ما تجيش تقيم لي في نظرية علمية، العلم وين؟ في الحقة بجمالها. والله النظرية هذه أنيقة، نأخذوها لأنها بسيطة، لا هذا معايير جمالية ما شعرها. ولا تقيم لي أفطنه هذه واعرة شوية، ولا تقيم لي عمل أدبي، هذا جمال بالأخلاق. خلطت راك معايير العمل الأدبي الفني معايير استاتيقية جمالية صرفة. هذا عمل جيد. الخمريات، عارفين الخمريات شنو هن؟ الشعر اللي يتغذى في الخمر، له قيمة أدبية كبيرة جدا في تراثنا العربي الإسلامي. كثير من الروايات روايات يقول لك الرواية هذه والله تخالف الحقيقة. ايش علاقتها بالحقيقة الرواية اصلا؟ هي رواية، هي رواية، هي تخيل، هي فيكشن. طيب لاحظوا ان انهينا الجزء الاول كله مراجعة للسابق، يعني حتى الان لم نقل جديدا. الحق شنو تدخل؟ يعني الحق الأثار بتاع خير. أهو نقول لك حق أثاره مش خير. أكيد. نعطيك مثال بسيط جدا. يعني ها؟ قبل الدرية. الحق والعقوبات ولكم لا أفطن الحق له مش بالمعنى القانوني. أفطن الحق. المنطقة يعني الحق قد يكون خيرا وجميلا، ما عنديش مشكلة. والجميل قد يكون حقا وخيرا، ما عنديش مشكلة. مشكلة وين؟ مشكلة لما تجي تقيم في الجميل من منظور الخير أو من منظور الحق. هذا الخلط. لكن كون الحق أن هذه القيم الثلاثة تجتمع في شيء جدا. ولاحظوا هذا لا يعني أن الجمال يجب أن يكون ضد الأخلاق إطلاقاً. راك وقعت نفس الخطأ لما تقولي والله الجميل يجب أن يكون في تمرد على القيم والثوابت. لا، أنت الآن قاعد تقيم في الجمال مازال بمنظور أخلاقي. الجمال له معايير خاصة. كيف؟ هذه نظرية. هذه نظرية. هذه النظرية الذاتانية في الجمال. Beauty is in the eye of the beholder. الجمال في عين الرأي. هذه نظرية. لكن في نظرية أخرى تقول الجمال objective. عن وقف 10 دقائق ونعود.